على بركة الله متابعي قناة شوف سي، اهلا بكم معنا في هذا البث المباشر واجواء امنية بعد الساعة 9 مساء باقليم تازة، جولة بتازة نشوفوا الاجواء الامنية تزامنا مع ارتفاع نسبة اصابات بالكوفيد 19. اصدقاء القناة قناة شوف سي، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة، وافتحية لكم من هذا المنبر منبر قناة شوف سي. أجواء أمنية مشددة وإجراءات أمنية صارمة في حق المخالفين، كاين بزاف ديال الناس اللي كيخالفوا الإجراءات متبعي القناة واللي كيتعرضوا للتوبيخ ولتحديد نوع العقوبة اللي كتكون في حقهم أصدقاء القناة. فمرحبا بكم بتازة، وهذه الأجواء الليلية بتازة ومصحوبة بأجواء أمنية متبعي قناة شوف تي في. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة قناة شوف تي في، وألف تحية للجميع جميع أصدقاء القناة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، ونتمنى الخير من عند الله والسلامة والعافية جميع. منصور مرحبا، مالك المداني من الدار البيضاء مرحبا، مرحبا بجميع أصدقاء القناة داخل المغرب وخارج المغرب. فالجميع نقط المرورية كاين برجات أمنية ونقط أمنية متبع قناة شوف تي في لردع المخالفين متبع القناة. فنتمنوا ارتفاع البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية، وافتحية للجميع جميع أصدقاء القناة داخل المغرب وخارج المغرب. وهذا ممكن نعطيو إشارة ديال التزام بالتدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية أصدقاء القناة، فالوقاية خير من العلاج. هذه الأجواء بتازة بعد الإجراءات الأمنية الصارمة، وهنا نشيد حتى بدور ديال عامل عمل إقليم تازة دور المنوط و الرائع تطبيق مجموعة من الإجراءات تخص الكوفيد 19 تبع قناة شوف تي في باش الإقليم. أيضا يشكر على المجهودات المبذولة ورئيس الأمن الجهوي بتازة وكذا جميع رؤساء الأقسام قوات المساعدة الأطقم الطبية والوقاية المدنية. فمرحبا بكم معنا في البث المباشر على قناة شوف تي في، وألف تحية لكم من هذا المنبر منبر القناة، تحية جميع متابعي قناة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. هذه الأجواء الأمنية تزامنا مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 أصدقاء قناة شوف تي في، فتحية لكم من هذا المنبر منبر قناة شوف تي في. بتازة بعد الساعة 9 ليلا أو مساء متبع القناة، فلا طير يطير ولا تزي يسير بالمدينة، هذا تطبيق لقرار الحكومة اللي جاء نتيجة ارتفاع نسبة الإصابات ومنع أيضا فتح المقاهي والمحلات التجارية وحتى المراكز التجارية متبع قناة شوف تي في، الصالات الرياضية، أي مكان فيه تجمع وكيفوت الحمولة المسموح بها. فقرار الإغلاق كتاخدو هنا الداخلية ممثلة في عمالة الإقليم تبع قناة شوف تي في. هذه الأجواء بتازة أصدقاء القناة، ونقولها لا طير يطير ولا تازي يسير أصدقاء القناة. هذه الأجواء الأمنية متبع قناة شوف تي في مباشرة من تازة، وهذو هم رجال الأمن أصدقاء القناة قناة شوف تي في، هذو هم رجال الأمن أصدقاء القناة قناة شوف تي في. فجميع النقط الأمنية متبع قناة شوف تي في موجودة بتازة أصدقاء القناة، جميع النقط الأمنية موجودة بتازة أصدقاء القناة، وتحية لهذا الرجال ديال الأمن رجال المرحلة متبع قناة شوف تي في. فنتمناو الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع. ما مشيناش من الشارع الرئيسي لحقاش يمنع منع الكلية مرور السيارات من الشارع الرئيسي متبع القناة، كتقطع الحركة بعد الساعة 9 مساء أصدقاء قناة شوف تي في، كتقطع الحركة نهائيا أصدقاء القناة قناة شوف تي في. فتحية للجميع جميع الأطر لا العسكرية ولا الأطر ديال الشرطة والأمن بربوع المملكة المغربية متبع قناة شوف تي في.
احنا ننوه بالدور ديال القوات المسلحه الملكيه المغربيه في حمايه الحدود وحمايه الوطن. متبعي قناه شو تي في والشعار الدائم الله الوطن الملك. متبعي قناه شو تي في هذه الجوله مباشره من تازه والاجواء الامنيه. متبعي القناه مباشره على قناه شوف تي في. نتمنوا دائما الخير من عند الله ونتمنوا السلامه والعافيه للجميع. ومع عسنا ان نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه. نتمنوا دائما السلامه والعافيه للجميع. اصدقاء القناه شوف تي في فتحيه لكم ولجميع متابعي القناه لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. ونتمنوا الخير من عند الله. السلامه والعافيه للجميع وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. متابعي القناه نتمنوا دائما ان نكونوا يد وحده محاربه الاعداء خارج الوطن وحتى الاعداء داخل الوطن. متابعي القناه نتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامه والعافيه للجميع. جوله بتازه والاجواء الامنيه بتازه اصدقاء القناه. ودائما نقولها شكرا للامن الوطني، شكرا للقوات المساعده، شكرا لرجال الوقايه المدنيه، وشكرا حتى لعماله اقليم تازه باش الاقليم ايضا ورئيس الامن الجهوي. متابعي القناه على الجهود المبذوله والجهود المكثفة للقضاء على الكوفيد 19 بالمدينة وبربوع المملكة المغربية. شكرا ايضا للقوات المساعدة للوقاية المدنية. وشفنا التدخل البطولي متابعي قناة شوف تي في ديال القوات المساعدة ديال الوقاية المدنية هذا اليوم في انقاذ سيدة متابعي قناة شوف تي في 6 ايام وهي في المنزل ديالها بدون اكل وبدون شراب متابعي القناه. فتحيه للجميع، جميع اصدقاء القناه لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. وهذه الاجواء الامنيه مباشره من تازه اصدقاء القناه. لكم من هذا المنبر منبر قناه شوف تي في. هذه الأجواء بتازة وهذه شوارع تازة بعد الساعة 9 مساء أصدقاء القناة. لا طير يطير ولا تازي يسير أصدقاء القناة. بعد ما كتكون هذه الشوارع مكتظة بالمرة ومكتظة بالسيارات وكيكون لومبوطياج وكيكون الازدحام والاختناق المروري بعد الساعة 9 مساء، الأمن بتازة يقوم بالعمل ديالو الجبار والمنوط والجميل إخلاء جميع الشوارع بتازة بدون مخالفة سير. وهذا هو الجميل في الأمر وهذه هي الحنكة ديال رجال الأمن وديال رؤساء الأقسام والتعليمات اللي كتكون تعليمات إيجابية لجميع عناصر الأمن بتازة. إخلاء جميع شوارع المدينة بدون سيدة هادياتكم. إخلاء جميع أخويا تحية حبيبي الله يحفظك. إخلاء جميع شوارع المدينة متبعي قناة شوف تي في بدون متبعي القناة بدون حاجز السير متبعي القناة. فنتمناو الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع أصدقاء القناة. دوز للبس أصدقاء القناة قناة شوف تي في. تحية لكم من هذا المنبر منبر القناة. هذه أجواء بتازة وهذه شوارع تازة بعد الساعة 9 مساء. لا طير يطير ولا تازي يسير. وهذه العبارة الجميلة التي ألخص فيها العنوان ديالي ديال الجولة بمدينة تازة بعد الساعة 9 مساء. فنتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية للجميع. وهنا أجدد الشكر وامتناني لعناصر القوات المسلحة الملكية المغربية على المجهودات الجبارة في حماية الوطن. نشيد بالدور ديالكم الفعال والمنوط وتحية للجميع، جميع رؤساء الأقسام للقوات المسلحة الملكية المغربية. وشكر أي واحد كيبغي الخير للمغرب وللبلد الحبيب تحت شعار الله الوطن الملك. متابعي قناة شوف تي في هذه أجواء تازة وهذه شوارع تازة
تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بالكوفيد 19 متبع قناة شوتيوب. وهذه هي شوارع تازة تزامنا مع ارتفاع نسبة الإصابات بربوع المملكة المغربية. تازة حتى هي خدات حصة الأسد في ارتفاع نسبة الإصابات، لكن نتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية للجميع. تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. جميع أصدقاء القناة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، أجواء عادية ممتازة مباشرة بعد الساعة 9 مساء. وألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. تحية للجميع، فنتمنوا دائما الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع، ومع سنة دائما نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. تحية لكم من هذا المنبر، منبر شوتي. هذه الأجواء ممتازة أصدقاء القناة، فدائما نقولها التزام بالتدابير الاحترازية، التزام بالكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي، التعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. ومع سنة دائما نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. متابعي القناة، نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع. جولة بتازة مباشرة بعد الساعة 9 مساء، ورسالتنا للجميع خذوا التدابير الاحترازية ديالكم، خذوا الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي، التعقيم والوقاية. ودائما أقولها الوقاية خير من العلاج أصدقاء القناة، فاللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. نتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية للجميع. تابعي قناة شوف تي في، نشكركم على التواصل ديالكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة على قناة شوف تي في. تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، وتحية لجميع متابعي القناة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب أصدقاء القناة. ومع سنة دائما أن نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. هذه الأجواء ممتازة، نشكركم على التواصل ديالكم، خذوا التدابير الاحترازية ديالكم، أجواء عادية، فبرافو للأمن بإقليم تازة على المجهودات المبذولة لتنظيم عملية المرور وكذا لزجر المخالفين. تابعي القناة، نشكركم على التواصل ديالكم معنا، ودائما نذكركم بالتدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي، والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج أصدقاء القناة. نتمنى لكم الخير والسلام للجميع، استودعكم الله